وحيل ايضا التدخلات للقاع في اطار هذا الحوار الذي اتمنى ان يكون موجود للجميع. تفضلي يا استاذ. ماشي سؤال، انا بغيت غير نتصرفكم، بغيت نقول بانه التربيه زعما ماشي غير المراه ما خاصهاش تكون غير في الدار راه تتربي، راه يمكنها تكون تشتغل وبانها راه تتربي. حنا بالنسبه لنا بان العيالات اللي خرجوا على برا راه ما تيربيوش، راه تاهما تيربيو، كاين واحد تنقولوا حنا لا كاليتي ديال العلاقه اللي حتى هي مهمه. الثانية هي أنه في الحقيقة كدابا كنشاطر الأستاذ هو أنه خاص تكون الدين ويكون العمل، لأن راه حنا نقول أولا العمل العبادة، تقول الله من عمل عملا خاص قناه، إذا إلا كان كل واحد فينا في البلاصة اللي فيها كان كسوة الخدمة اللي تيتقنها تيتقنها، راه بهادشي غادي تنمى الأمة الإسلامية. زعما هذا وبغيت نشاطركم واحد التجربة ديالي خاصة، أنا تنشتغل في العمل ديال المرافقة، واحد النوبة كنت تنسمع الكوتشين، قلت لهم راه هذا الكوتشين راه الرسول صلى الله عليه وسلم هو بالنسبة لي أنا هو أول كوتش ديالنا، لأن حنا دابا ما تنشوفوش غير وحنا تابعينو تابعين تعاليم الإسلام، وبغيت نكتب في واحد المجلة ورفضوا لي هذاك الأرتيكل ديالي. علاش؟ لأن قالوا لي المجتمع المغربي مازال ما واصلش باش يفهم هاد المسائل هادو. اذا تنقول اليوم صلحوا لي علينا حنا، ما نبقاش نقول اليوم الشباب، هاد الشباب اللي تنقولوا له علاش ما تبداش، راه الشباب تيشوف فينا حنا القدوه، والا كنا حنايا مزيانين راه حتى هو غادي يصلح حتى هو راسو. الا كنا حنايا دي زانديفيدواليست ما تنفكروا غير في راسنا، ما تنعطيوهش حنا داك الشحنه باش يشوف انه الا خدم يقدر يوصل، الا هو قرا مزيان يقدر يوصل، راه حتى هو ما عندوش واحد القدوه اللي يشوف فيها باش يكون حتى هو يتنمى ويوصل لها. حتى حنا خاصنا نكونوا قدوه ونبدو له حتى حنا داك اليد ديال المساعده، حاجه مشتركه. استاذ قبل ما نرجع لتدخل اخر، تفضل تصوروا. الحقيقه يمكن اقتراح لكم ان تعطونا الاسم ديالكم واذا تخصصكم في اطار الاستفاده من بعضنا البعض والتعرف على بعضنا البعض اكثر، لان لا نعرف الجميع لا يعرف الجميع. احمد بلاط شو استاذ كليه العلوم في الرباط تخصص فيزياء. انا تنظن ان الدين الاسلامي يحثنا على العلم من خلال القياس والاحاديث، طلب العلم فريضه على كل مسلم طيب. دونك والدين الاسلامي يتاتى بالعلم، تنظن ان النقص في العلم هو اللي يجعل الناس ما يفهموش مزيان الدين. دونك الدين الاسلامي مرتبط بالعلم، يحثنا على العلم، وبالتالي يحثنا على ارتباطنا بهويتنا الاسلاميه. دونك لا تناقض، انا اقول لا تناقض ما بين الدين ديالنا والعلم، وما قاله الاستاذ مجال معرفة او مجتمع المعرفة. شكرا. غير قوسين، انا ما قصدتش، ما كاينش تناقض بين الدين والمعرفة ابدا. التناقض بين الشخص لا المبارك بين الاختقاء هذا شكل اخر. لا استاذ، قلت واحد لا اتفق معه، قلت يا ودي انا نفضل المعرفة ما نفضلش الناس. هي المفضلة، بمعنى النفي. المعرفة معنى في الدين. قناعات. فهمت. قناعات. أنا أسبقية بالنسبة لي للعلم. عوض المسجد، أنا عي. لا إله إلا الله. إذا نستمع إلى تدخل الشاب جهتي الأخرى. تفضل. بالتوفيق. طالب مصدر كلية العلوم. مرحبا. يعني تدخلي سيكون عبارة عن نقاش بعض النقاط التي أثيرت يعني من قبيل التعليم والمشاركة السياسية والهوية والبحث عن مجتمع المعرفة. بداية حينما سنتحدث عن التعليم، وجب أن نعي جيدا السياسة التعليمية في المغرب، ومن أجل معرفتها حق معرفة لا يجب أن تفصل عن السياسة التعليمية ما بعد الاستقلال مباشرة، أي ما قام به الوطنيون فيما يسمى بالمدارس الحرة وقيامهم على أربعة مبادئ: التعريب، ثم المجانية، ثم التوحيد، وكذلك الأطر الوطنية.
الى اي حد الى اي حد الان في سياستنا التعليميه نحن نخدم هذه المبادئ. مساله اخرى لنفرض جدلا انها ان السياسه التعليميه لا تخدم مثلا المجتمعين هكذا. شكرا. مساله اخرى انتهى بها بخلاصه قالها محمد عادل الجابري في حديثه يعني نحو يتقدم يعني حينما تحدث عن العلم وتحدث عن التخلف في الاهتمامات قال اننا نعيش فعلا. كتب هذا الكتاب منذ الستينيات فعلا لكن هناك امور لا زالت قائمه. نحن نعيش بعض التخلف على المستوى الاقتصادي على مستوى التعليم لكن على مستوى الاهتمامات. فقال كلمه يعني جميله قال فيها ان شباب ان فكر شبابنا اليوم يدور حيثما دارت كره القدم. شكرا. إذن نعيد لإعطاء الكلمة الدكتور حدية. طبعا أعتقد أن سيجيب على المداخلات ولكن سأطمئن أن في إطار إجاباتنا تدخلات أن نضيف لنا أيضا خاصية وخصوصية التي نجحت كرة الشباب والتي نحن سنقضي توجهنا لها وهدف توجهنا. ما أريد أن أتفاعل فقط مع بعض المداخلات اللي فيها ولكن نسينا واحد الفكرة ربما كده أدرى مني بها هو المجتمع المغربي من ناحية الاجتماعية يعني من ناحية التطور اللي حصل فيه. ما نساوش أن المجتمع كان الأفراد يعيشون في قبائل والقبيلة دائما عندها مبدأ انصر أخاك ظالما أو مظلوما فدائما القبيلة هي اللي كتزوجك هي البنك ديالك هي كل ما كل شيء والأسرة الموسعة اللي هي كبيرة فيها جميع أفراد الأسرة مجتمعين إلى مشى شي واحد راه كاينو بعض الآخر إلى آخره. اليوم هذا الوضع هذا راه انفك يعني ولا متفكك أصبح متفككا ولا قلنا أصبح متفكك راه كطغى الفردانية كما قالت السيدة كطغى الأنانية كطغى البحث على كل واحد كيحمي راسه يعني هذه هي الأخلاق اليوم سائدة كثير أخلاق سائدة بشكل كبير وكيخصنا واحد الجانب قيمي اللي مع الأسف الشديد كل واحد كيشافه واحد الوضع اللي هو فيه واحد النوع من الاضطراب على مستوى القيم. فالقيم جناها مع جدودنا بعض القيم جناها من عند جدودنا ومن عند القبيلة ديالنا ومن عند كذا إلى آخره كتعيش معنا قبائل قيم أخرى اللي كنجيبوها من التلفزيون ومن الوسائل كذا كتعيش معنا وقيم اللي جناها من العصور القديمة كنشوفوا من عند المحدثين ومن عند في المحاضرات وفي القنوات اللي ذات المعدين كترجع لذاك الشيء القديم كتجيبه يعني قيم رأسمالية إلى آخره. يعني أنا كنتسائل هذا الهجوم من جميع من الداخل من الخارج من كذا كيعيشوا هذا الشباب كيعيش هذا الوضع. فسمحوا لي هي أزمة قيم نعيشها بشكل أو بآخر ومطلوب منا بطبيعة الحال أننا نتقدموا ونهضوا كما جاء في العنوان ديال الداخل. إذا أية قيم سنتبع بناء على التربية بطبيعة الحال لأن هي الأساس. اليوم لكان عندنا تقريبا الابتدائي كله مغطي تقريبا احنا قربنا 100% من تمدرس التلاميذ في الابتدائي الى اي حد كيستمروا الى البيت الخامس ولا البيت السادس هذا شيء معروف يعني فيه صعوبات كذا والاحصائيات كتبين هذا الشيء والاحصائيات كتبين ان عدد من الاطفال قلت انا 400,000 وهذا هو الاحصائيه الصحيحه اللي كتغادر المدرسه في السنه. يعني اننا ديالو الانسان المغربي في عمقه متدين في العمق ديالو متدين حتى اللي يقول لك انا لا اؤمن كيدوز يقول لك والله جاتني هذه القضيه هذه حتى اراد ان لم يريد. يعني التدين مغروس فينا لماذا؟ لاننا كبرنا في بيئه دينيه والى اخره الى اخره وكتعرفوا الدين الاسلامي يتميز عن الديانات الاخرى بانه دين ديال الحياه اليوميه ودين ديال الجانب الروحي وديال الجانب الاخلاقي هذا الشيء اللي عرفناه وكنعرفوا. فالمسألة في العمق الشباب أي طريق سيأخذ أي خطى سيتبع هنا مشكلة وما علينا إلا أن نتجند لا في الجامعة ولا في المدرسة ولا في الثانوية لنعطي الشباب ماش نعطوهم الأفكار والوعد والإرشاد لا تكون واحد قدوة
عن طريق القيم يعني اللي كنجسدوها. انا عملت بحث ومنشور هذا لقيت بانه كيقول لك نعم اللي كناخذوا في كتب التربيه الاسلاميه من قيم ديال العمل وديال الامانه وديال كذا الى اخره الصدق وعدم الغش وعدم كذا تلاميذ كيقول لك ملي كنخرجوا للشارع ولا كنشوف الاوساط ديالنا الاسريه ولا الاوساط كذا كنوجدوا العكس. إذن أي قيم من سنة التابعية؟ الطفل كيجي صديق ديالو كيسأل عليه في البيت ديالو عندما يتصل بالهاتف كيقول له قولوا ليه ما كاينش. هذا الأب يقول لولده قول ليه ما كاينش. هذه أنا حصلتها في الدار. قول ليه ما كاينش راني ما مستعدش نشوفه الآن ما كذا ما كذا. يعني أنه الإبن كيقول في الأب قول لي يا بابا وأنت قول لي يا كذا ما خصناش نكذبوه ما خصناش كذا وخير ما غادي نشوف. يعني أننا نعيش أزمة قيم بطريقة من الطرق وخاصنا واحد مجهود كبير. أنا ربما أختلف شيئاً مع ما جاء في كلام الأستاذ السكيداي اللي هو مهم علمياً وكنقول وهناك نمشي الفكرة بأن بالفعل لماذا نقول هذا الاتجاه ولا هذا الاتجاه. أنا بالنسبة لي الموضوعين الجانبين يتكاملان، يتكامل جانب القيمي الديني مع الجانب القيمي المعرفي العلمي، وهذا الشيء اللي جاري به العمل. انا عندي خريطه كيفاش كنتصور الموضوع، ولكن راه كم من متدين عالم كبير ومكتشف للذرات ومكتشف لاشياء كثيره. يعني احنا في هذا السياق هذا لا يهم لا عطيت القيمة والقدوة للطلبة والشباب وكذا راه غادي تنجح وغادي تنجح المجتمع. إلا عطيتي شي مسائل ليست في الكذا راه تكون صراحة كذا. أنا هكذا أرى الأشياء وأتمنى الأمور تمشي بشكل. شكرا. في الحقيقة أنا الذي يثير انتباهي في جميع تدخلات دكاترة وهو اعتمادهم ورجوعهم لكلمة كيف، ولهذا أنا في الحقيقة سأطلب منهم يعني بإلحاح أن نستفيد من خبرتهم من بحثهم العلمي من أن يكون هناك تسطير أكثر لهذه الكلمة كيف نبني خصائص الجيل أو النهوض الحضاري. كأننا غنبدأ أنا هذه المهنة ديالي الآن. لا في الحقيقة في الباب قبل أن أشير لأستفيد من تدخلات الكداية والدكتور حديالي لوجه الكلام، لأن صحيح أن على مستوى الإشكال المطروح الآن هو ما بين المفهوم وبين التطبيق، يعني على مستوى المفاهيم وعلى مستوى العلم. أعتقد أن الكل ذكر الدكتور فيما يتعلق بالمجال التربية الإسلامية، ولكن أنا ترين هذا الدكتور أن الإشكال غير موجود على مستوى الفهم ولكن على مستوى الاستيعاب الذي يرتبط بالقلب، والقلب الذي يصل إلى التطبيق. ما علينا من القرآن والزرحين يتكلم على القلب يتكلم بمفهوم الفقه بمفهوم العلم. إذا كيف أن نمرر المفاهيم التي تبقى تتعلم ويمكن يكون عندنا فيها خبرة واسعة جدا، ولكن على المستوى العملي هناك فراغ خطير جدا. كيف يمكن أن نعالج هذه الإشكالية لتكون أيضا إضافة نوعية في خصائص الجيل. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أجيب السادة بالنسبة وقع إشكال هناك أن أنا لا أعارض عمل في المرأة خارج البيت، ولكن أنا أطالب بترتيب الأولويات. ترتيب الأولويات وهذا من مواصفات جيل ماذا؟ جيل النهوض عليه أن يتعلم كيف يرتب الأولويات. إذا كان العمل على حساب ضياع الأبناء وفساد تربية الأبناء وفساد تعليم الأبناء، فالأفضل الأولوية تكون لمن؟ للأبناء. ولكن إذا استطاعت المرأة أن توازن وأن يكون لها عمل تستطيع أن توازن بين تربية الأبناء وإخراج وإعداد الجيل، ولماذا لا نعتبر عمل المرأة في البيت وظيفة؟ لأن لا تأخذ عليها أجرة؟ هذا فقط؟ أكبر وظيفة وأكبر عمل وأشرف عمل للمرأة هو تربية الأبناء، هو وظيفة، ولكن هذا لا يعني أن المرأة تخرج إلى العمل. ف
فقلت أن المرأة تخرج إلى المجتمع كطبيبة كعاملة كمهندسة كممرضة كأستاذة كمدربة داعية لله سبحانه وتعالى. إذن فقط باش ما يبقالكش الإشكال، وأنا أستاذة إذن لا يمكن نقول أنا أرفض عمل المرأة خارج البيت، وأنا أقول ما لا أفعل. إذن فقط أشير بالنسبة للمشكل الواقع في المجتمع، وهو متدين. ما معنى متدين؟ متدين في المفهوم أنه عنده الحياة، أنه كيلبس قميص، أنه كيدخل الجمعة، أنه كيصلي الصبح، فهمتي؟ هذا متدين يعني. لا 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 في المفهوم العامي. لا تمام ممكن. لا في المفهوم العامي. لا المتدين لا يمكن، لأن الداعي أن إنسان متدين يفرق بين العبادة والمعاملة والأخلاق. اسمحوا لي لكم غير أعيد الضبط على الموضوع. الموضوع ليس هو التدين والدين، الموضوع هو خصائص من جيل من هذا الجيل. لأن الإحصائيات التي أعطيت من هذه الإحصائيات نأخذها بطريقة في إطار لكن نوظفها في الموضوع وفي الحوار حتى نعم نعم. إذا وظف هذه المعلومة وأقول أن الأخلاق هي من صفة جيل النهوض الحضارة. الأخلاق هي من مواصفات جيل النهوض الحضارة. وأروي لكم قصة يعني قصيرة ولكن يعني رائعة، هي يمكن أن ندخلها في العلوم الحديثة، وهي يمكن أن ندخلها تحت عنوان البرمجة العصبية. البرمجة العصبية، وهو سيدنا الإمام مالك. هل أحد فينا يعارض أن الإمام مالك لم يكن من جيل النهوض الحضاري؟ لا. أمه عندما أخذته ليتعلم ممن؟ من ربيعة. كل يعلم من هو ربيعة آنذاك. ماذا قالت له؟ يعني من مواصفات جيل النهوض الحضاري، أولا يعني ألبسته الجلباب والعمامة، هذا المظهر من مواصفات الجيل الحضاري، حفاظ على المظهر. ثانيا أخذته بعد صلاة الصبح، بعد أن أدى الصبح في جماعة، وأخذته إلى ربيعة العلم، فقالت له ماذا قالت له؟ خذ من معلمك أخلاقه قبل علمه. خذ من معلمك أخلاقه قبل علمه. أقول لكم قصة أخرى عن الإمام الشافعي. إمام الشافعي هؤلاء كلهم تربوا يتامى، لا يربينهم هم أمهاتهم. إذن الإمام الشافعي عندما مات والده حفظ القرآن وهو ابن 6 سنوات، وبدأ ويعني كان يفتي بمكة المكرمة وابن 12 سنة الإمام الشافعي. ف طلب من أمي أن تسمح له بالذهاب إلى المدينة المنورة ليدرس على الإمام عند الإمام مالك. المهم القصة طويلة أن كيف أن الإمام مالك أجازه لكي يدخل في حلقة الإمام مالك، هذه قصة يعني يصنع عندها حصة كاملة. المهم هو أنه مكث مدة طويلة عند الإمام مالك، اشتاق لأمي في مكة المكرمة، فطلب من الإمام مالك واستأذن الإمام مالك أن يسمح له بزيارة أمي في المدينة المنورة في مكة. فأذن له الإمام مالك فخرج 500 كيلومتر من مكة، من مدينة مكة. طرق الباب على من؟ على أمي. من على الباب؟ محمد ابن إدريس. ما هو محمد ابن إدريس؟ هو والإمام الشافعي. قالت بما أتيت؟ بما أتيت؟ قال أتيتك بالعلم والأخلاق. قالت له أنت لست بمحمد ابن إدريس، ارجع ارجع. تصور ولدها ما شفتوش سنين، والطريق من المدينة إلى مكة يعني مهددة ومليئة بالأخطار، ولا تفتح له الباب. إحنا ولدنا كان مشي عند راس الصبح كان نستوحشو، أما ما كان بخاو نشوفو لا أخلاق لا والو ديالو. قالت له ارجع رجع. رجع الإمام الشافعي إلى الإمام مالك يبكي، مالك أمي لم تفتح لي الباب. قصة سيناريو، عاد له سيناريو. قال ارجع، وعندما تسألك بماذا أتيت قل لها أتيتك بالأخلاق والعلم. فرجع وطرق الباب. من على الباب؟ محمد ابن إدريس. بماذا أتيت؟ بماذا جئت؟
لقد جئتك يا أمي بالأخلاق والعلم، قالت له أنت محمد ابن إدريس، ففتحت له الباب. هذا قام في نيويورك أكسفورد، أين درسنا هؤلاء النساء؟ الأخلاق والعلم، هل العلم بدون أخلاق ماذا؟ العلم بدون أخلاق ماذا أنتج لنا هيروشيما؟ هل أزمة العالم اليوم هي أزمة أخلاق أم أزمة علم؟ هل يعني أنا وبنتي كنا كنتكلموا قبيلة، قلت لي يعني ملي كيوصل العلم لواحد المسألة كنقولوا يعني من صعوبة بما كان أن يخترع العلم شيئا أفضل من هذا، ولا تمر إلا أيام ويخترع العلم أفضل من ذلك. هل يمكن أن واحد فينا يقول أن الآن الأزمة هي أزمة علم؟ أم نتفق جميعا أن ليس هناك أزمة علم ولا أزمة تقدم تكنولوجي، والأزمة العالمية اليوم هي أزمة أخلاق، أزمة قيم. إذن سأرجع إلى اللقاء إلى السماء إليكم. لا دكتور فاتريسيونس، بغيت نقول شنو هو المشكل اللي كيخلي الشباب انهم ما كيشاركوش في العزوف؟ لان الناس الكبار والناس كلشي اللي كيشوفوا الشباب دائما كيشوفوا من الاطفال الشباب كيشوفهم على شكل انوبجي، بحال تقول خشبه ها كنحتها كيف ما هذاك ما نخرج بها، ما عمري ما كنسقسيه واش شنو بغا، كيفاش داير، شكون ما كنتعاملش معاه كشخص، خاصني انا اللي ندخل فيه داك الشيء اللي بغيت ويخرج هو كيما بغيت انا ماشي كيما بغا هو. هذا الشيء اللي بغيت. شكرا. شكرا بارك الله فيك. النقطة الأولى هي علاقة الشباب بالمعرفة. كنعرفوا أن الشباب كيمشيو للمدارس كيمشيو للجامعات، ولكن الهدف ماشي هي المعرفة، ماشي الحصول على المعرفة، هي الحصول على الشغل، الحصول على الدبلوم باش يوجد الوظيفة العمومية، باش يوجد المكان عمل، باش يقدر يعيش، باش يقدر يتعالج، باش يقدر يواكب حياة مادية جوستومون. والنقطة الثانية هي علاقة الشباب بالسياسة، علاش العزوف؟ علاش الشباب ما كيمشيش يشارك في انتخابات؟ علاش ما كيمشيش يشارك في جمعيات؟ علاش ما كيشاركش في ملتقيات؟ هناك فقدان الثقة. الدكتورة هضرات على الخوف، أنا ما كنهضرش على الخوف، ماشي خوف، كاين فقدان الثقة، أن الشباب فاقدين الثقة في النظام، فاقدين الثقة في السياسيين، في الإعلاميين، وهذه النقطة هذه لابد من التركيز عليها وشكرا. اسمحوا لي العربيه ديالي ضعيفه دونك غادي نعبر. انا جو بونس كو لو ديغنوستيك اي مال ايتابلي او بار ريسبي، زعما سني با كونتر العلم ديالكم، بالعكس ما شاء الله متمكنين، غير جو بونس كو لو ديغنوستيك اون نو فوا با او سون لي او لو كور دو بروبليم. Je vais m'expliquer juste 2-3 minutes. Kifash Brenahed. En français. Voilà. Comment veut-on que ces jeunes. Comment veut-on que ces jeunes puissent participer alors que Aslan, on les fait grandir dans une société complètement schizophrène? Le discours est un discours islamique. Le cœur du système est un système qui est voué à l'échec. On a avec Sir Arbi Bouhiyad, on s'est envoyé des emails sur un homme qui, pendant le protectorat français, a été celui qui a aidé les universités marocaines à émerger. Il a quitté ce poste après combien, 15 ans ou 20 ans, quelque chose comme ça. Il a dit, le système qui a été établi au Maroc est voué à la destruction de l'âme et de la connaissance humaine. Nous avons mis des personnes non qualifiées qui sont, sur les postes clés des organisations. Ils disent aux gens qu'ils doivent apprendre X, Y, comme a dit madame, mais ce n'est pas l'aim. C'est juste pour avoir des métiers. Mohamed Assad, rahimahullah, a dit une phrase extraordinaire dans Le chemin de la Mecque. Il a dit, ce n'est pas... La civilisation arabe qui a fait de l'islam une grande religion, c'est l'islam qui a fait de la civilisation arabe une immense civilisation. Le seul diagnostic qui fait qu'aujourd'hui on en est là, c'est parce qu'on s'est éloigné de l'islam.
On dit aux femmes qu'elles doivent avoir l'ilm, mais on leur dit qu'elles doivent sortir. Ah, donc ça veut dire que quelqu'un d'autre doit s'occuper des enfants. Parce que le diagnostic est faux, là. Si une femme sort travailler et qu'elle laisse un enfant en bas âge, elle le laisse à une tierce personne. C'est parce que j'ai... Là, je m'explique. Là, j'explique le fondement. Une femme, et voilà l'histoire. Bah, qui sont les jeunes avec une femme qui était comme... Je finis. Vous allez comprendre. Juste pour qu'on comprenne. Déjà, qui sont les jeunes qui lisent ces histoires-là? Les jeunes n'ont plus envie de lire ces histoires. Ils ont envie de lire que Harry Potter et Twilight et de regarder comment ils s'appellent, que Ball, etc. Déjà, les jeunes, il faut arrêter, il faut appeler les choses par leur nom. Ce sont des consuméristes. Ils veulent jouir. Ils veulent, c'est l'addiction. Ils veulent le plaisir immédiat. Là, on était une civilisation du plaisir sur le long terme. Et qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que Fahad Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à sa mort, 700 femmes. 700 femmes qu'on a formé avec leur nom, avec chacune, laquelle avait une bonne mémoire, laquelle avait... On savait tous les détails. C'était elles apprenaient des enseignantes. Mais aujourd'hui, on vous dit, ah non, il faut que les femmes, elles puissent avoir leur place dans la société. C'est un piège. Qu'est-ce qu'on leur fait faire? On leur fait apprendre au primaire, dans les écoles, ce qui va détruire déjà le fétanadiatum, parce qu'on leur apprend des idées qui viennent d'où? Quand on leur apprend Freud, quand on leur apprend Darwin, quand on leur apprend le droit de se rebeller, ce sont des idées qui sont étrangères. Donc les khasaïs, elles sont très simples. C'est que ces jeunes, je ne pense pas que c'est une question de khauf, c'est qu'ils grandissent, ils ne croient plus à ce qu'ils voient. Et j'ai un autre élément qui prouve ce que je dis, c'est la pornographie. Hajakoum. Pourquoi les pays arabes, on est censé avoir l'islam, pourquoi les pays arabes sont les premiers dans la consommation de pornographie par accès de Internet, par quota d'habitants? Numéro 1, l'Arabie Saoudite. Numéro 2, l'Irak. Numéro 3, l'Égypte. Et nous, le Maroc, on est assez mal placé, il faut dire. Halaj, pourquoi? Parce qu'il y a un discours, et comme a dit monsieur... Je ne suis pas d'accord avec la conclusion, mais je suis d'accord sur le diagnostic dialogue. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que c'est de l'apparence. C'est de l'apparence. Le fond est vicié. Parce qu'on les a viciés dans l'éducation. Je tiens juste à dire une chose. Aux États-Unis, il y a plus de 1000 établissements aujourd'hui qui sont revenus à l'enseignement non mixte. C'est-à-dire qu'ils ne veulent plus, ils ont compris que c'était une erreur de mélanger les garçons et les filles au primaire. Ça, c'est quelque chose que nous... Là, je suis basé sur des études norvégiennes pendant 15 ans, ils se sont rendus compte que ça détruisait l'identité du mâle et de la femme, de même le plus bazar. Qu'est-ce que ça veut dire? Juste 30 secondes. Ça veut dire que nous, on a tous les antidotes. Madame a cité la raison, parce que les meilleurs hommes qui ont marché sur cette terre, c'était Malik Rahimah. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On fait du copier-coller. Donc être les jeunes, et comment on va les appeler? Il faut uniformiser, il faut être cohérent. On n'est pas cohérent. En tout cas, je m'adresse à Hassan. J'ai déjà assisté à une vidéo ensemble avec la GIZ. En fait, je veux juste parler maintenant des idées. Parce que c'est ce qu'on nous dit. Alors, en tout cas, je ne sais pas si vous avez vu les livres, c'est que elle a été courageuse, elle a choisi parce que qu'elle aime, et c'est une femme qui a choisi et elle était commerçante. Donc je pense que le débat il est ailleurs. لا ماشي لما راه خاصها دير هاد الحاجه وما راهش خاصو يدير هاد الحاجه بجوج بينا نو جو بارل ان جينيرال كوم موا جو بونس انا تنقول غير انا كيفاش كنخمم تنقول بان التربيه هي مسؤوليه مشتركه لا على الراجل ولا على المراه وبان داك الوليدات اللي عنده شي طاقه تيفهم فيها شي حاجه يديرها لهذاك الوليدات يمكن يكون الراجل تيفهم في الكوزينه احسن من المراه لان المراه ما تعلمتش يمكن يعملها فيها ويمكن تكون هذيك المراه عندها
مثلا تعلمات شي لغه وتعلمات شي حاجه ولا تعلمات الدين اكثر من راجلها وتعطيه داك الوليدات. المهم اللي عنده شي طاقه حيه يعطيها لهذوك الناس. بالنسبه لي انا كنت الموضوع هو الشباب. انا تنقول الشباب ما بقاش نحملوا غير عليهم هما المسؤوليه ما تيديروش، لان الشباب غيشوفونا حنا شنو تنديروا. الا انا جيت في بلاصتي في الحي ديالي، جيت دقيت على جارتي هضرت معاها مزيان، غادي يشوف الطريقه كيفاش تنتعامل انا مع جاري. الا جيت وقفت طوموبيلتي مزيان، الا هو في خدمتي خدمت مزيان، الا هو اذا انا تنقول بان كلنا مسؤولين كافراد اننا نحاولوا نعطيو القدوه. حنا راسنا نحاولوا حنا نصلحوا راسنا ونعطيو حنا احسن حاجه حنايا، والناس غادي يشوفوا فينا وداك الوليدات راه تيشوفوا فينا. ماشي غير وليداتنا، انا ما تهضرش على وليداتي، تنهضر على وليدات خوتي، تنهضر على وليدات الجيران، تنهضر على كل شيء. تنقول حتى حنا عندنا واحد المسؤوليه. وسبحانك شكرا استاذه. بالطبع من الافكار المهمه اللي اعتدت في الكلمه ديال الاستاذه هي المسؤوليه المشتركه التي تعتبر من اروع المقولات المذكوره في القران، بدايه اول عمليه ما بين ادم وحواء في المسؤوليه المشتركة.